شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في فعاليات المنتدى الحواري الأول للقضايا المجتمعية الذي تنظمه جامعة الأزهر. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تنشد الحياة الكريمة للمواطنين، كما أنها تقوم بثورة إصلاح ليس في البنية التحتية فحسب، وإنما على القوى الناعمة والقضايا المجتمعية، مشيرة إلى أن الوزارة تتعامل مع قضايا الفقر المادي والفقر الفكري من منظور متعدد الأبعاد لتعزيز قيم المواطنة ومناهضة ومكافحة الإرهاب.